المبلغ. تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عقب اجتماعه بمدراء التعمير لولايات الجنوب والهضاب العليا عن مخصصات مالية ستمنح لفائدة المستفيدين من التجزئات الاجتماعية أي قطع الأراضي عبر 29 ولاية. تخصيص إعانات مالية قدرها مليون دينار جزائري لمستفيدي القطع الأرضية بالنسبة للجنوب لولاية الجنوب، وسبعين مليون سنتيم بالنسبة للهضاب العليا. المواطنين اللي استلموا للقرارات الاستفادة وهي تنتظرها كما قلت الإعانات هي 140 ألف. إذن تحكمنا في هذه الأمور، والاجتماع اللي درناه اليوم باش ما نديروش غلطات، لازم نتحكموا في هذه التجزئات حتى لا تكون لنا أحياء فوضوية. ومواصلة لعملية توزيع السكنة على المستوى الوطني، 66 ألف وحدة سكنية بمختلف السياق سيشرع في توزيعها نهاية الشهر الجاري. سوف نبرمج ابتداء من هذا الأسبوع إن شاء الله الجاي توزيع على مستوى معظم الولايات أكثر من 66 ألف وحدة سكنية وإعانة، فيها تقريبا 32 ألف سكن عمومي إيجاري البيال، تقريبا 11 ألف مسكن عدل، تقريبا 1000 مسكن البيبي، ما يقارب 5500 مسكن البيا LSP، وما يقارب 17 ألف إعانة مالية بالنسبة للوتيسمون للتجزئات الاجتماعية وبالنسبة للبناءات الريفية. هذا وأكد وزير القطاع أنه لا مراجعة لأسعار سكنات العموم الترقوي حفاظا على سيرورة المشاريع. وبشأن طعون مكتتبي عدل، أوضح بالجود أن الوكالة تقوم بدراستها بانتظام.